في دولة ليبيا ومحاولة الحكومة لإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، حيث أكدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة على معرفة تامة بأماكن المصريين في ليبيا، وتجري العديد من المحاولات للتواصل مع من يرغب في العودة للبلاد منهم، مشيرة إلى أن الوزارة توفرت نحو 33 ألف فرصة عمل للعائدين من ليبيا، مع الاحتفاظ بحق كافة الشباب المصري في الداخل بالتقدم للالتحاق بالوظيفة المناسبة له منها. وأشارت العشري إلى أن تلك الوظائف هي التي بقيت من إجمالي 190 ألف فرصة عمل تم الإعلان عنها في الأول من مارس الماضي.